السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم. السيسي يشدد على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين. المطارات تكثف إجراءاتها لمواجهة كورونا. استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم. الأهلي يتخطى سان داونز ويتأهل إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في بذل كل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض موقف المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة على المستوى القومي وتوطين وتحفيز الصناعات الرقمية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث جهود الدولة في تطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030. من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد، شهدت مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وبرج العرب استمرار حالة الطوارئ لمنع دخول وتفشي الأوبئة، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتوسيع دائرة الاشتباه على الركاب القادمين من عدة دول. هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الطائرات لمكافحة الأمراض المعدية والتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد. لليوم الثاني على التوالي وبمشاركة 41 دولة، تستمر مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثالثة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي، حيث تقرر منح جوائز مالية بإجمالية مبلغ 920 ألف جنيه للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة، وهي حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والابتهال والإنشاد الديني والأصوات الحسنة. خطف النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع مضيفه سان داونز الجنوب أفريقي بهدف لمثله، ذلك في مباراة إياب ربع النهائي. وبهذه النتيجة يفوز الأهلي في المباراتين بعد تغلبه في لقاء الذهاب باستاد القاهرة بهدفين نظيفين، ينتظر بذلك المارد الأحمر الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والوداد المغربي لمواجهته في نصف النهائي. تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.